اليوم راح نعمل القراءة العاطفية لبرج الجدي لشهر يونيو. انت بطاقة كأنك مخلي كل شيء للقدر، وكأنك مستني شيء في العلاقة ان القدر يصلحه، وكأنك انت حاسس نفسك مش قادر تعمل اي شيء تجاه العلاقة هاي. خلينا نشوف. انت شايف ان تفصل في مال البعض منكم، انه في بلوكات بيناتكم، واحتمال انت شايف الشخص ده روحاني وحساس جدا، واي كلمة بيزعل بيطلع من العلاقة. هو شخص عن جد حساس جدا ومشوش جدا. الشخص هذا يعني ما بيعرف ايش بده بالضبط، دائما متحير وحساس جدا وزعلان حاليا. انتوا شكلكم منفصلين زي ما حكيت لك، انت كأنك تركت الموضوع للقضاء والقدر، كأنك استسلمت. انت في وقت يعني استسلمت لهي العلاقة، استسلمت لربنا انه اللي فيه خير هو يقدمه، واذا لكم نصيب مثلا بعض بتاخدوا بعض. انت خلص مستسلم للقدر، للحظ، للنصيب، وانت وحظك. وانت شايف هذا الشخص منغلق، ابتعد، اغلق كل الوسائل بينك وبينه، تباعد نهائيا. وانت شايفه برضه روحاني زي ما حكيت لك، حساس جدا جدا هذا الشخص، وكأنه انت خيرته بين شيئين، بين امرين، والشخص هذا ما اعتقدش اختار، ما اعطاكش جواب، لان الشخص هذا زي مش عارف ياخد قرار اصلا، او هو شخص ما بيعرف ياخد قرارات نهائيا، بطول فعلا، هو بياخد وقت في التفكير، يعني وقت طويل جدا جدا، يعني بقعد يحسب، يضرب اسداس في اخماس حتى يطلع قرار. وحتى لو طلع في قرار مش القرار اللي هو بيكونش راضي عنه، يعني هو زي باخده انه خلاص اجباري اني اخذ هذا القرار بس. وفكرة الشخص ده بيروحك على فكرة، لو حط لك بلوكيات يا برج عفوان يا برج الجدي، هذا الشخص بيروحك من بعيد. ما تقوليش انه كوانتات انا ومحيت ومحا، وهو يعني بيقدر يعمل كوانت جديد، فيس جديد، اي شيء جديد ويربك من خلاله. فانت خلاص انت مستسلم، انت في حالة الصعود والهبوط، الصعود والهبوط، يعني شيء بتحس نفسك حماسي للشخص هذا، وشيء بتحس نفسك انه خلاص انت استسلمت، ويعني كأنه مش انتصرت، مش شايف فيها انه انت منتصر في هاي العلاقة، لكنك استسلمت للواقع. امرات انت بتكون نفسك تروح مثلا تحكي، بتلاقيه حاطط لك بلوكات مش قادر توصله، وفجأة بتعود تتراجع، ترجع بتحكي خلاص خليها للقدر، يعني انت بين هيك وهيك. طيب خلينا ناخد الكروت مانس فيري سون، قريبا جدا. قرر بوضوح ما تريد حتى يأتي إليك الآن. في شيء، إذا أنت مثلا تمنيت شيء داخلك راح يحصل، أو أنت إذا دعيت دعوة ادعي شيء، لأنه أنت شكلك الحظ معك، في شيء القدر معك، هو اللي بجنبك، مش أي شيء، ولا أشخاص ولا ناس ولا شيء، القدر جنبك، ربنا هو جنبك. فهو بيقول لك قرر انت ايش بدك، احنا رح نستجيب عليه قريبا جدا. فقرروا ايش بدكم، سواء هذا الشخص شخص جديد، اي شيء. طيب your soulmate challenge in your soulmate، هون بيقولوا لك نادي على السولميت تبعك. صلاتك والتأكيدات وتصوراتك تساعدك في جمعك مع السلميت تبعك. فهون بيقولوا لك نادي على السلميت، وهون بيقولوا لك انه قرر قريبا جدا. فانت في عجلة الحظ، يعني انت هلأ تقدر تدعي دعوة وتستجاب. في شيء حواليك وكأنه باب الحظ مفتوح لك، فادعي ونادي على السلميت رح يرجع.
مراجع انا شايفه، بس يعني اذا انت حابب ان هذا الشخص يرجع لحياتك، او سواء انت بدكش هذا الشخص، بدك سوالميت تاني، رفيق روح تاني، وبدك تنده له، قرر انت شو بدك، لانه انه انت في عجلة الحظ، انت المصير بيعمل فيك هيك، لانه لازم انت تاخد قرار صح. فانت حاسس نفسك بالمصير، انت نفسك شخص حاسس حالك بتمر بشيء قدري، بشيء قضاء وقدر، مؤمن في القضاء والقدر. فانت قرر، الحظ معك، عجلة الحظ كلها في ايدك، انت قرر شو بدك، سواء هذا الشخص سواء غيره، فانت قرر. اذا مش مرتاح مثلا مع هذا الشخص اتعبك، وبتقدر انت تتمنى من ربنا انه يبعث لك شخص يحترمك ويقدرك وتكون مبسوط معه وتحبه ويحبك. يعني بتقدر انت هاي الامه تطلبها من ربنا. الحيح في الدعاء في له استجابه عجيبه اذا انت لحيت في دعائك. فدايما انتوا ألحوا في دعائكم واطلبوا من ربنا كثير، حتى في الاستشفاء لما انتوا تحسوا نفسكم انكم انتوا موجوعين، استشفوا في النداء لربنا، وحطوا ايديكم على قلبكم وقولوا يا رحيم، بس قولوا يا رحيم وربنا بيرحم قلبكم. طيب هون بيحكوا لك شكل انتوا في بينكم طرف ثالث، فهون بيحكوا لكم اطفال النبلي والكريستال. احتمال انتوا الاطفال ما يسموا في الكريستال، و انا يعني طبعا بصراحة يعني انا ما بأمنش في هاي الاشياء، الاطفال الكريستال والنابلي والاشياء هاي، لكن انتوا يعني يمكن انتوا بتأمنوا في هيك الشغلات، فانا رح احكي لكم شو بحكي لكم الكارت بالضبط. لديك رابط مع الاطفال على وجه الخصوص، يمكنك مساعدة الاطفال الذين يعانون من الحساسية. يمكن انت طبعا بدنا نبعد عن انه نحكي انك انت شخص من هدول شو اسمهم الاطفال النبلي والكريستال والخرافات هاي، نحكي انك انت شخص يمكن مريت بمرحلة طفولة خلتك تحس بالاطفال، يعني انت لما تشوف طفل حزين تعرف عندك الحساسية، يعني بتحس في هذا الشخص او بتحس عفوا في الطفل. ففي يمكن انت في منزلك طفل حساس، يمكن عنده ربو، عنده التوحد، عنده شيء ما، فبقول لك انت اثناء رعايتك لنفسك برضه راعي الطفل الحساس اللي عندك. في طفل عندك حساس او ما له اشي او مريض، يعني تشوفوا انتو شو. صح انا قارئ تارت بس مش بكل شيء بآمن، يعني انا بحب الاشياء اللي تكون مع دلائل، فيمكن انا يعني اعذروني بالنسبه للي بيحكوا انه اطفال الكريستال والنجوم وكل هاي، انا بصراحه قرأت فيها لكن ما عجبتنيش. طب خلينا نشوف هون، هون بيحكوا لك التفت من الذي تشبت إليه. انت في اشي متمسك فيه، ويمكن انت الدعاء اللي هم بيقولوا لك يعني قريبا جدا رح يستجاب، يمكن انت متشبث بشيء التفت فيه، التفت عليه، في شيء انت ماسك فيه. هلا طاقة الشخص هذا شكله فرحان وبمر في وقت فرح واصدقاء ولما حواليه، كمان في عندهم فرح بسبب يعني الرفع الحضر، يمكن عنده فرح اخ اخ اي شيء. الشخص هذا فاتح قلبه للحب، فاتح قلبه للحياة، وحابب انه يحس بالحب ويحس بالرومانسية، لكنه مش عارف حس طاقته كانت حزينة، يعني يمكن هو حزين من ابتعادك عنه. هلا بنشوف شو بيطلع معنا، لأن الشخص هذا فتح قلبه للحب أو ممكن دخل علاقة غيركم. مم.
بنتظر شيء ما. الشخص ده بيراسل حدا على الإنترنت كتير، وبيقعد يتفرج من بعيد، يمكن عنده علاقات كتير على الإنترنت. هذا الشخص بيقعد يتفرج على الرد، إذا الأشخاص ردوا عليه أو لا. للبعض منكم طبعا، مش كلكم. ولبعض منكم الشخص هذا ماسك مشاعره وخافي يزعله، خايف يزعله انه فقد الفرصة معاكم، وبحاول انه يلجأ للفرح والمرح والاصدقاء واللمة لحتى يخفي لحتى يخفي الزعل. الشخص زعلان جدا جدا وطاقته ناحيتك زعلان، فانا بحس هاي انها طاقتك انت. الشخص هذا يمكن عرض عليك الصلح لكن انت رفضت وتحفظت في مشاعرك. بس ما ظبطوش مع بعض الفكرة يعني. احتمال هذا الشخص بيعمل تواصل روحي معاكو على فكرة جدا. احتمال هو بيعملكو انه تتجهوا اليه، ولكنه بيعمل لنفسه صامت ومش متحرك نهائيا. احتمال انتو تفكيركم شتت فيه، لانه هو بيعملكو تواصل روحي عالي جدا، لان الشخص هذا متواصل جدا جدا لانه حساس، والناس الحساسين عمق الألم عندهم بيخليه يطلع طاقة توصلك بسرعة. فالشخص هذا يا إما بيعمل تواصل معكو، أو الشخص هذا متعمد إنه ما يبين مشاعره أمامك ولكنه يبين إنه فرحان ومبسوط. إذا هذا الشخص صغير بالسن أو شخص غير ناضج بأفعاله، لأنه هو نوعا ما بيحبس مشاعره داخله، لكن بدون ما يدرك ليش هو بيحبس مشاعره. يعني هو مش مدرك انه ليش حبس مشاعره وليش هو بالطاقة هاي اصلا. لانه هون عندي نفس الشيء، حتى انت مش فاهم عليه، يعني مش فاهم انه ليش اغلق او ليش تباعد عنك وهو حزين. هو مش فاهم نفسه، فهو بحاول يعني بحاول انه يلهي نفسه في الحياة، في الانشغالات والأفراح والشغلات هاي كلها. احتمال انه بتواصل معكو، وعلى فكرة التواصل بينكو عالي جدا 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 الشخص هذا. والشخص هذا بمر بمراحل زي مراحل العروضات، هو يعرض على أشخاص الصداقة أو الأشخاص يعرضوا عليه، يعني كأنه مشغول بالسوشيال لحتى يخفي أوجاعه ويخفي الشيء اللي بداخله. طيب خلينا نشوف مشاعره من ناحيتك. هون عندنا برج الحمل، برج الحوت، برج الدلو. احتمال انه انت بتعمل حوت دلو وحمل، وعندنا هون ابراج التاور والسرطان شفنا وفقط، مش ابراج لكن الطاقات هوائية طاغية كتير على القراءة الهوائية، ترابية، مائية ونارية، موجودة كل الطاقات. وهو في طاقة مائية، هو حساس يعني، لا هو في الرومانسية والزعل حساسية الزائدة. طيب هو شو مشاعره من ناحيتك؟ هو مشاعره النايت اوف سور، بسبب هو حاسس انه انت طلعت من العلاقة هربت، يعني هربت بطريقة سيئة جدا. وتسحبت من العلاقة، وشايفك انك انت تسحبت برضه. هو شايفك انه انت، هو حس من ناحيتك انك انت تباعدت عنه، وبرضه زي ما حكيت لك انت استسلمت للامر الواقع
وكأنه كل شيء عمله فيك حطيته بداخلك، بنفسيتك انت، بنفسك، وصمتت، وكأنك انت واجهته مرة واحدة وخرجت من العلاقة بكسرة قلب، ولكن صمتت على هاي الكسرة، وكأنك قعدت تدور في المجهول وعبس، ما لقيت شيء، يعني ما لقيت شيء انه تمسك على هذا الشخص. يعني حاولت انه تلف وتدور وتتواصل معي عشان تحصل على معلومات، لكنك انت ما قدرتش، انت ما قدرتش تجمع عن هذا الشخص معلومات. فهو شافك انك انت بعد ما، يعني انه ما قدرت تعرف انه هذا الشخص هل هو في علاقة، هل هو تركك عشان شخص اخر، ما شافك انك انت حاولت تجمع عنه معلومات، لكن انت زي ما طلعش في ايدك هذا الشيء، وطلعت خلص نهائيا من العلاقة والتزمت الصمت. وكمان شافك انك انت متواصل بارع جدا جدا، وعندك روحانيات عالية جدا جدا، وهو حاسس بالتواصل، وحاسس انه انت متمسك فيه، متمسك فيه جدا. ليش؟ لانه شافك انك انت حاولت انك تستكشف عنه بعض، بعض الاشياء، وما قدرت تجمعها، فقررت انه حتى لو جمعت اوكي، بس مش الشيء اللي يدينه، ما قدرتش تدينه انت نهائيا. وشافك انه انت خلص، يعني طلعت لميت اللي لميته، سواء كلام، سواء عتاب بيناتكو، اي شيء، وانسحبت وصمتت، اصبحت صامت. بس هو شافك انك انت بطريقة عقلانية، يعني في شيء انت لفيت فيه ودرت او بعثت له مسجات عتاب، لكنها قاسية، يعني فيها نوع من الجلد، يعني نوع من تأنيب الضمير، يعني انا خليته يأنب ضميره وقعدت. في شيء انت عملته زي مش مقر، لكن زي حاولت تفوز عليه، حاولت تفوز عليه. برضو برج الدلو والحوت مشاركينا في القرآن، والحمل كمان. هو كيف بفكر فيك؟ هو شافك الكوين، بفكر فيك الكوين اوف وند، وهو بده يصلحك هذا الشخص، بده يفكر فيه انه يصلح الموقف، لانه حاسس انه انت زي هربت بعد ما فوت فيك، يعني لميت اللي قدرت تلمه وهربت، يعني هربت انت زي بجميع جوارحك، بجميع تعبك، بجميع كل شيء، بدلائل، بكل شيء، وهربت. فهو بده يصلح الأمر، يعيد إحياء هاي العلاقة، سواء إن أنتوا منفصلين من فترة طويلة على فكرة، للبعض منكم طبعا، وتنفع الانفصال جديد. فالشخص هذا قريبا جدا بده يصلحك، بس حدد أنت شو بدك من هذا الشخص. وهو بينادي على السلم تبع اللي هو انت، فعلا هو بينادي عليك، وهو ضغط على عقلك، عشان هيك انت بتحس نفسك انه مرة بتكون كويس او مرة لا، وبتحس نفسك مشتت. فالشخص هذا طبعا تنفع القراءة للعكس يا جماعة، عشان ما حدش يحكي لي العكسية، فهي قبل العكس. يعني اذا حسيت ان الكلام مش منطبق على برج جدي، منطبق عليك انت برج تاني، بس الكلام والطاقة منطبقة عليك، فهو إلك الكلام انت. واذا للجدي، كل واحد يعني بيعرف مشكلته وقصته بالظبط. طب خلينا نشوف شو اللي عيبتك عليه. الشخص هذا بده يفكر بمية قصة، وهو شايفك انك انت جميل جدا وعاقل جدا، وبرج الدلو طلع معنا كمان مرة يا جماعة. وكمان هو الشخص هذا بده خلص يقطع الافكار المشوشة من راسه، وبده يحس انه عقله
أصبح ثابت على حلم معين، على كاسة معينة، على حب معين. الشخص هذا مخه خلاط، فبده يريح هذا الخلاط ويكبس كبسة السفر إنه يوقف. وشو مطلع في الخلاط؟ طلع بيشربه. المهم إنه عقله يرتاح، هو شافك إنه فكر فيك كالكوين، كأنه يجيك على شخص إنه جميل ويجذبك وخلص يقطع هاي اللعبة، الجيم اللي انتو بتلعبوه مع بعض، ويقطع كل الأفكار السيئة كلياتها. الشخص اللي بده يجي يبرر لك، بيحط لك 100 مبرر، بس المهم إنه عقله يرتاح لأنه هو مشدود لك بشكل مش طبيعي، ولأنه زي ما حكيت لك مخه قرب ينفجر من كتر ما بفكر فيك، ومن كتر ما بحبك ومنشد لك، ومن كتر ما إنه عقله مش ثابت إلا في حبك أنت، في التفكير أنت. خلص هو ثابت عقله فيك أنت. الشخص اللي بيحاول إنه يطلع مع الأصدقاء ويمرح ويفرح وكل شيء، لكنه بحاول إنه يعني يطلعك من عقله، لكن مش قادر هذا الشخص إنه يطلعك من عقله، لأنه بحبك جدا 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 ونوايا كل خير من ناحيتك. برج برج الجوزاء وبرج الثور. فهو الشخص اللي بفكر إنه يسلحك لأنه بده يريح عقله، لأنه عقله قرب إنه ينفجر. طيب هو كيف شايفك؟ هو شايفك إنك أنت شخص حماسي وأسري وبتحب الأسرة والعائلة، شخص طموح جدا جدا. عفوا اليوم شخص بتحب تنظر للأمام، وشخص كمان جاهز دائما لأي شيء جديد. وأحكينا كمان شايفك إيش زي المحقق كونان، مكتشف رائع أو كاشف بارع جدا جدا. وهو كمان شايفك إنك أنت لكن متريت وصامت، مش الصمت الصمت الهادئ، لا صامت لكنك متحرك. يعني كيف صامت؟ ما بتعمله في الكلام، لكنك متحرك في حياتك، بتكمل إنجازاتك، بتكمل أعمالك، بتكمل كل شيء. وشايفك إنك أنت مرح جدا، وأنت بتحب الاستقرار الأسري جدا جدا. واحتمال البعض منكم أنتوا تكونوا في زواج، أو الشخص هذا يكون في زواج، بس أنا أقترح إنه الشخص هذا يا أصغر منكم بس بسنة مش كتير، أو أنتوا اتنين في نفس العمر، في نفس العمر، في نفس العمر أنتوا. بس هو شايفك شجاع ومقدام جدا، و شايفك انك انت متمسك في رأيك، وانت جاهز زي ما حكيت لك، انت ريدي لكل شيء. شايف شخصيتك العشر فؤوس، يعني شخصية متكاملة جدا، مريحة فرحة مع أسرتك، عشان هيك هو بيحاول يمرح زيك ويفرح، ويحاول يمكن هو يلفت نظرك على السوشيال إنه شخص محبوب وحبوب وكل الناس حواليه. احتمال أنت بتراقبه من مواقع تانية، لو هو حط لك بلوك يمكن أنت بتراقبه من مواقع تانية، عندك أكونتات تانية، وهو شايفك أنت بتراقبه وهو بيراقبك، وهو شايفك إنك مرح ومبسوط وشخص بتحب تلمس كل وقت بوقته، وإنك أنت بتخترع السعادة اختراع، لأنك أنت بتحب تكون سعيد ومتحمس لكل شيء، عندك حماس لكل شيء. طيب طب هو شو نوايا من ناحيتك يا برج الجدي؟ هو نوايا الاستقرار، يعني بصراحة هو الشخص اللي بده يستقر معك، ونوايا استقرار جدي، وخطوته القادمة إنه يقدم لك كاس الحب كله ويعترف بمشاعر هذا الشخص. بس أنا حاسة إنه بده يصلحك، مش يعترف بمشاعره، هو اعترف لك وخلاص، أو لف ودور
لكن انت عارف انه بحبك، لكن الشخص هذا حاسس انه في تاتش صار بينكم مش صحيح، او دخل حدا بينكم وقع بينكم وطلع، لهيك هو بده يعيد كل شيء وبده اياكم تتحاسبوا، لكن بطريقه كوين، بطريقه مهذبه، بطريقه جميله جدا، بطريقه راقيه، مش بطريقه الحساب اللي هو بكون شجار، لا هو بطريقه بده انه يكسبك كمان مره لصفه او لقلبه، او يكسب قلبك عفوا، لانه هو برضه يمكن احساسه انه في حدا عرض عليه الحب ودخل بيناتك وعمل شبكه كبيره وطلع هرب من العلاقه، وانت حاولت تستكشف الشخص اللي تستكشف عنه وما قدرت، اللي استكشفته واللي جمعته ما اثبتوش او ما دانوش هذا الشخص كفايه، ما كانتش ادانه يعني كفايه انك تدين هذا الشخص، فهو ناوي انه النايف اوف بنتيكل و بداية جديدة، الشخص اللي يتفق معك كفاية. الشخص هذا بده يصلح قلبك، قلبك المكسور، وندمان عليك جدا الشخص، زي ما شفته زعلان، زعلان جدا، هو متباعد لانه زعلان وحساس جدا ومشوش. الشخص هذا نواياه خير، يعني نواياه صدقا، الشخص هذا تعبان صدقا، تعبان جدا جدا جدا، ونواياه كل خير، يصلح لك قلبك المكسور اللي كسره. والشخص هذا اذا كان في طرف دخل بينك وتالت، فالشخص هذا بده يلغي هذا الطرف، بده يصلح قلبك المكسور ويطلع الطرف التالت هذا، والشخص هذا بده بداية جديدة معاك، وتعملوا اتفاق على بداية جديدة، يمكن انتوا تكونوا في العمل مع بعض، ويمكن يعطيك فرصة عمل جديدة معاه، او انه اذا الشخص تبعد عن العمل وعن كل شيء، عن الساحة حواليه، فالشخص هذا راجع وبده يرجع للعمل من اول وجديد، وكمان الشخص بده يتفق معاك على شيء انه خلص تكملوا مع بعض. خليني اشوف هل في طرف تالت في حياة الشخص بقول الجد، لا هو لحاله يعني مش شايف معي حدا، مستقر لحاله، يمكن يظهر لك عشان يغيظك، بس الشخص هذا بحبك جدا، يعني اكتر من هيك مش راح احكي لك، بحبك جدا، جاي يصلح لك قلبك بس، فقريبا جدا الشخص هذا جاي، بس انت نادى على السلمي تبعك عشان يجي الشخص الصح. اذا كان هذا السلمي تبعك فانده عليه، انت عارف هذا الشخص، انده عليه لانه هو جاي، هو جاي يعني اطمن، هو جاي، لكن خليني اشوف لكم بيس السلام، هون بيحكوا لك ان السلام يأتي من أن نتذكر الحب هو حقيقي، فأنت اطلع من طاقة النيو فورشن، أنت في عجلة الحظ على فكرة، أنت محظوظ، يمكن الحظ لاعب دور معاك ودخلت مشروع جديد، حسيت نفسك أنك اتقدمت في حياتك، لكنك من داخلك مكسور، وحس أن الحب هو شيء كاذب، فبقول لك أنه السلام الداخلي، إذا أنت بدك سلام داخلي تأكد أول إشي، صدق إنه في حب. طيب أشوف نصيحة لك يا برج الجد، شو تعمل قبل ما نصيحة، شو تعمل، شو مشاعرك أنت من ناحية هذا الشخص؟ العشرة مكوت، أنت بتحبه كمان، وأنت حاسس المصير، وأنت حاسس إنه نفسك يكون خلاص تكمل حياتك معاه، والشخص بحبك، وأنتوا الاثنين بتحبوا بعض. خليني اشوف شو النصيحة إلك،
انت عليان، شايف انت عليان، عليان جدا، وانت مكذب الحب ممكن معناك بتحبه، لكن انت مكذب الحب ومكذب كل شيء، وكأنك انت ندمان انك دخلت هذا الشخص لحياتك، وكأنك اكتشفت عليه كتير اشياء بتفكر فيهم بطريقة يعني خلتك شخص مش قادر تفكر او تجمع بشيء غير هذا الشخص، انه ليش عمل فيك هيك، ليش غدرك، ليش خانك، ليش غشك، اي شيء. تقريبا انت ما بتنام في الليل نهائيا، حتى لو نمت يعني نومك مشوش بكون. فاخرج من هاي الطاقة وادري انت ايش بدك، ونادي على السولميت تبعك، والشخص هذا منيح. انا مش شايف نوعية شيء نهائيا، يعني انه مش منيح انصحكم لا بتقربوش، لا قربوا وافتحوا قلبكم للشخص هذا، وحضروا نفسكم الشخص هذا قريبا راجع، قريبا جدا كمان شخص هذا متجه اليكم، يكون برضه طاقته متجه اليك، فاتح قلبه لك للحب، لانه طلعنا هون برضه 3 of cups. نفس الشيء الشخص هذا حبك انت وبيفكر انه يصالحك، احتمال يكون هو مع اصدقائه بفرح بمرح، لكنه برضه تفكيره انه او الشخص هذا شاعر انه بحبك بزياده، وبده اياك تكون صديق وحبيب. فقراءه موفقه وحلوه.